كنا خاصنا نديو الكاس نشيك من الاخر. حنايا جايين بمرضين شحال علاش عاود خسرنا عاوتاني هاد الكاس العالم ضد البرازيل، ولكن كما قلت لك خاصنا نزيدو نخدمو نعرفو الاخطاء ديالنا نزيدو نتحسنوا باش ما يكونوش لي بلي يصير بحال هكا. وكما قلت لك هذا التوفيق ديال الله ومخبي لينا شي حاجه اكبر ان شاء الله في كاس العالم اللي جاي. اول حاجه كنشكرهم بزاف علاش حنا ما عندناش قيمه الا هما ما فرحوش بينا وكيتبعونا في اي بلاد كنمشيو ليها، وكنحمدوهم وكنشكرهم على ديما متبعينا وكيدعيو معنا كنقولوا يصبر معنا ان شاء الله الكاس كاس العالم الجاي ان شاء الله نزيدو نخدمو باش نقدروا نجيبوا الكاس. صراحه اكثر من ربع النهائي، لكن الحمد لله والشكر لله ديال الظروف ديال الاصابات وداكشي كنوعدهم ان شاء الله في باقي المقابلات وباقي المسابقات ان شاء الله باش اننا ندخلوا نلعبوا على اي لقب ان شاء الله باذن الله. شكرا بزاف، جينا هنايا الحمد لله فرحتونا واذا نقول لكم حنا عاد ما كملناش الخدمه ديالنا وغادي نزيدو ان شاء الله، وكل واحد اللي كيدعي معنا وكل شيء شكرا بزاف الله يحفظكم. يكبر الدور قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.